مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن كنتواجدوا في حي الفتح في الرباط. هنا كيف ما كتشوفوا معنا غنديروا دويرة برا عاد غندخلوا لداخل. هنا كما كتشوفوا معنا الجريدة وهاد لاسباس فيغ اللي ما تلقاهش في شي قنت آخر في الرباط ولا في يعقوب المنصور. بلاصة نقية سيكيوريزي، فيها تيران كورة يلاه صيبوهم جداد، تيران باسكيت هنا تيلعبوا الدراري الصغار. انا كنحاول نوريكم كل شيء، المساحات الخضراء اللي كاينين، النقاوه اللي كاينه. هاد الشيء هنا، الشيء اللي كتشوفوه هنا يوميا كيتسقى، كيديروا ليه الصيانه ديالو بواحد الشكل مستمر، ما تيحبسوش. الدنيا نقيه هنا، سيكيوريتي خرج مع اي وقيته بالليل، هنا ما كاينش اللي يدوي معاك. يعني السكنه هنا شي حاجه زوينه بزاف، وغادي نوريكم المرافق، غادي نوريكم كل شيء. الشقة ديالنا تتواجد في الطابق الثالث، ولكن شوفوا معايا واحد القضية. هانتوما حنا دابا غادي ندخلوا العمارة ديالنا. راه عشر ما عمري ما خدمت شي فيديو انا بهذه الطريقة. هنشوف، شوف غير الدخلة ديال العمارة كيفاش دايرة، ما شاء الله. شو الخضورة فريمون، كتحل الشهية. وواحد القضية أخرى اللي غادي نقولها لكم، ان الجيران اللي كاينين هنا قسما بالله ما كاينش بحالها. الجيران اللي كاينين في هاد اللوتيسمون هذا، في هاد الكوان هذا، في هاد السكنه هادي، اقسم بالله ما كاين بحالها. جيران نقيين، الله يعمر لهم الدار. الناس دراوش، يعني ما كاينش داك البساله وداك السطاع وداك الغواز ودوك المضاربه. كاين هنا السنديك، ثمن السنديك في الشهر 100 درهم. العماره ديما نقيه، كتسد بالباب، كاين العساس ديال الليل، الطوموبيله ما كاينش اللي يقرب لك ليها. الناس راه كيجيو من جميع انحاء المناطق باش كيجيو هاد البلاصه بالضبط. هاد البلاصه بالضبط نقيه بزاف. انا كنحاول كل ايطاج كنحاول نصور لكم من الفوق كيفاش داير. فوالا الشقه ديالك حتى هي، ها هي فيها الكاميرا القدام، فيها كل شيء. الان غادي ندخلوا الشقه، فيها 60 متر. ملي غنساليو غنوريكم بعض المرافق اخرين. على يدك اليمين هاهي الكوزينة، لاكويزين كيما كتشوفو معايا هنايا. شقة راه مصلوحة مزيانة، وخا خاصها ديرو جوج صغار، ولكن راه الصلح راه لا إله إلا الله، مش من تم جوج جواه. ها هو الباركينج ديال الريضال، هنا راه تقدر تحط الطونوبيلة ديالك وقت ما بغيتي. هنا كاين فين تحط السيارة ديالك، تطل عليها مكاينش المشكل. كيما قلنا راه كنا في لاكويزين مقادة مزيان، هنا واحد لو بوتي سيجور في المراح. هذا الصالون تبارك الله قداش راه كبير تبارك الله. راه ممكن شي حوايج راه ما كيبانوش في التصوير، شي حوايج راه ما كيبانوش في الفيديو، حتى كتحضر بصح عاد كتشوفهم. بالنسبه لذاك الحديد ديال الشرجم راه كوليس، يعني تقدر تمسح، باش تمسح الزاج وداك الشيء وتيتسد بالقفل. فوالا هنا شومبر سوا ديال الدراري الصغار، شومبر كوشي ديال الوالدين، هنا دير فيها اللي بغيتي. الشرجم تبارك الله كيفاش مخدوم. هنا لاكارات، هنا ما كاينش شي حاجه سميتها الرطوبه. جي وشوف راسك، انا ما نقول لك حتى شي حاجه. انا كما قلنا ما كايناش الرطوبه. باركينغ يعني تقدر تطلع عليه تم من هنايا، وهاد الشمس راه كتبقى ضاربه النهار كامل هنايا. فوالا عاوتاني هنايا غادي نجي نشوف واحد الشومبر واحده اخرى. ها هي شومبر كبيره تبارك الله، راه تقدر دير فيها اللي بغيتي. هنا كنطلعوا لحي الرياض، نطلعوا على ملعب مولاي عبد الله. وهاد الشقه ديالك راه ما متكيش عليها شي شقه على اليمين، يعني راك بوحدك، ما كاينش شي حد غادي يديرونجيك. فوالا هنا الدوش، الطواليت، لافابو ديالها. يلا حتى ما كاينش الريحه ديال الرطوبه. عاوتاني مريح صغيور فين يجلس الواحد. وهذه هي الشقه ديالنا. هنا خرجت باش ندير لكم واحد الدويره. راه هي الشقه كتبان الفوق الا كتشوفوها، راه هي ها هي كيفاش كتبان، راه هي اللي فيها ديك الليل باين. هنا الباركينغ راه كيكون العساس بالليل. هنا حداك ريضال، حداك بزاف ديال المرافق. الباركينغ لعلك ترضى، فين ما مشيتي تلقى فين تحط الطوموبيل. هنا كاينين الطاكسيات، الطاكسيات 24 ساعة على 24 ساعة، فين ما خرجتي تلقى الطاكسي. ها هما ديما كاينين الطاكسيات في هاد القنت. هاد القنت ما شاء الله، ديما بحكم انني ود المنطقة، ود المنطقة وعارف الأثمنة، عارف كلشي. الثمن ديالها 78 مليون قابل للتفاوض، باش ما ننساش الثمن، لاني بالمرات كنبقى كنسرح في الفيديو. هاد الباصه سميتها المارشي، اي حاجه بغيتيها كاينه هنايا، محلابه، مخبازه، نحوان، تخضر، تكزات،
نصبانه القهاوي سيارة التعليم اللي بغيتيها كاين هنا، المسجد حتى هو قريب، ميم با 5 دقائق حتى توصل ليه. ها هو يعني كلشي قريب لك، المحطة ديال الطوبيس قريبة. ها هما ملاعب القرب وحدين اخرين حدا المقاطعة. يعني اي حاجة، اسواق السلام ها هو انا راه غادي وكنصور، اسواق السلام حتى هو قريب. يعني ها انت المساحة الخضراء شوفوا كي دايرة. وكنشكركم على المشاهدة، وما تنساوش بارطاجوا الفيديو مع اصحابكم، ولا كانت اي تساؤل اي حاجة بغيتو تعرفوها الرقم ديالي ها هو راه باين. وشكرا لكم والى اللقاء.